بسم الله الرحمن الرحيم، معكم خليل سليم من موقع عالم التطوير. جاتنا كثير من الاستفسارات حول الجديد في الفريم وورك 4.5 والفيجوال ستوديو 2011، واستفسارات حول ويندوز 8 وكيفية التطوير عليه. فإن شاء الله راح أحاول أجمل هذه الأمور في عدة فيديوهات عشان الجميع يستفيد. فضلت الفيديوهات كالمعتاد عن الكتابة لأن المقالات بتاخد وقت كثير وجهد كثير، فالفيديو أقل وقت وبصل للمستخدمين بسرعة أكثر. الويندوز 8 الكل شافه، الويندوز 8 الكل شافه وتفرج عليه وشاف مزاياه، وإنه في بيئة تطوير جديدة له اللي هي فيجوال ستوديو 2011، وفي كتير أمور لازم نتعلمها. إن شاء الله هنحاول نبسط هذه الأمور ونجملها، لكن البداية بدنا نتكلم عن الفريم ورك 4.5 والإضافات في السي شارب والفي بي، عشان بعدها ننتقل على الويندوز 8 تطويره بسهولة. اللي بعرف الفريم ورك اللي هي البنية الأساسية في الفريم ورك 4.5 اللي هي الكومن لانجوج ران تايم. الكومن لانجوج ران تايم هي المحرك الأساسي للفريم ورك، سواء أنت كتبت انتيتي فريم ورك، استخدمت انتيتي أو اي اس بي أو ويندوز فورمز أو ويندوز برزنتيشن فاونديشن، ايش ما تكتب في النهاية هذا بتعامل مع مين؟ الكومن لانجوج ران تايم اللي هو بحوله للماشين كود في النهاية. الكومن لانجوج ران تايم فيه عدة يعني اجزاء، منها البي سي ال والبروفايلنج والاكسبشن هاندلنج والجابج كولكشن والجاست ان تايم كومبايليشن والانجين. الجابج كولكشن في فريم ورك 4.5 صارت اسرع، اقل استهلاك للذاكره، تحسنت كتير فيها. في عندنا برضه هنتكلم عن الجست والانجين. طبعا الجست والانجين هو المسؤول عن تحويل الكود، اللي هو الكود اللحظي الانترميديت كود لماشين كود عند الران تايم. في عندنا حاجتين هو الجيت والانجين، في فرق بينهم في عملية التحويل، ان شاء الله بحب يقرا عنهم عشان هيك حنتكلم على الانجين. اول اشي المشكلة كانت في الفريم ورك اللي هي انه البرامج بدايتها بطيئة، بتتطلب لما تفتح. ثاني اشي بتاخد حجم كبير في الذاكرة. ثالث اشي حجم الفريم ورك كبير. يعني لما نيجي نتكلم عن الفريم ورك 3.5 بنلاقي انه حجمه فل 273 ميجا تقريبا. هذا مشكلة لو بده المستخدم، لو بده المبرمج يدمج الفريم ورك على الانترنت مع البرنامج، حيكون حجم البرنامج بنط 300 ميجا. راحت مايكروسوفت ايش عملت في الفريم ورك 4.5، او المهندسين تبع مايكروسوفت راحوا قللوا حجم الاسمبلز المتجمعات اللي مبنيه على الانجين. فبنلاحظ هنا هي في الصوره انه تقريبا قل الحجم بشكل كبير. مايكروسوفت بتقول انه في اسوء الظروف قل الحجم بنسبه 40%. يعني تصور انه ال 100 ميجا في اسوء الظروف في الفريم ورك حجمه 100 ميجا حيصير حجمه 60 ميجا. طبعا هذا الكلام انه بخصوص الاسمبلز انه قل حجمها، توقع انه عشان في بعض الاسمز موجوده في الفريم ورك القديم الموجود في ويندوز 7 ويندوز 8. فهذا الكلام مش راح نشوفه الا وين؟ على ويندوز 8 فقط. يعني الفريم ورك اللي حجمه مقلل حجمه مش راح يشتغل على الويندوز 8 اللي هو، او الويندوز 7 اللي هو الفريم ورك 3.5 فريم ورك 4.5 راح يشتغل فقط على الويندوز 8 او الويندوز 7. لو لاحظنا فتحنا موقع مايكروسوفت بنحمل الفريم ورك 4.5 بنلاقي انه حجمه فل اللي هو 49 ميجا، مع انه مفترض انه الفريم ورك 4.5 يعني تطور وطم فيه كتير مكتبات جديدة وكود جديد، مفترض يكون حجمه زاد عن الفريم ورك القديم 3.5 بحجم كبير، بس بنلاقي انه حجمه فقط 49 ميجا. مع العلم انه السيستم ريكويرمنتس له اللي هو ويندوز 7 ويندوز 7 2008 R2 ويندوز ديفلوبر فيو اللي هو ويندوز 8 ويندوز سيرفر ديفلوبر فيو اللي هو ويندوز سيرفر 8 السيرفر. بنلاقي انه كمان مايكروسوفت عملت اللي هو بعض التحسينات على ايش؟ على بداية تشغيل البرنامج. بتقول مايكروسوفت انه 10% البرنامج صار اسرع اول ما يفتح. طبعا هذا بيلحق الكلام مين؟ الاي اس بي دوت نت والسيرفر لايت، انه البرامج فيها بتلحق هذه المزايا.
في عنا البرنامج Reduced Monitoring No Longer Requirements Application Start، مش لازم نعيد تشغيل لما نعمل مونيتورينج. ونتكلم إن شاء الله الآن عن الجديد في 4.5. نحاول نجمل من موقع مايكروسوفت. طبعا أول إشي داعم للميترو ستايل اللي هو لويندوز 8، إنه بنقدر نطور الآن برامج لويندوز 8 عن طريق الميترو ستايل. هنتطرق لها إن شاء الله لاحقا في فيديو تاني. الإضافات اللي تمت على نواة فريم ورك 4.5، تقليل وضع وقت تلجو اكسبريشن، دعم يو اف 16، تحسين حجم الملفات المضغوطة زيب كومبريشن الدوال تبعته وتقليل حجمه، بيتر بيرفورمانس، تم تحسين بيرفورمانس. في بخصوص الموسع المانجد اكستنشن اللي هو بنقدر نزود نضيف ملحقات البرنامج، دعم تم دعم في الجينيركس. تم طبعا اكبر شيء بنظرنا اللي هو السينكونس، في كلمه ان شاء الله نتطرق لها بالسي شارب. بخصوص الاي اس بي دوت نت راح نشوف ان شاء الله ايش فيها نتوركينج، ويندوز بريزنتيشن فاونديشن. بالنسبه لنا يعني انه افضل شيء مكتبه الريبون صارت اساسيه من ضمن ادوات الويندوز بريزنتيشن فاونديشن، تم تحسين الاداء وهكذا. في ويندوز كوميونيكيشن فاونديشن اغلب الامور تم فيها تسهيلات، يعني بنلاقي انه تم تسهيل توليد الكونفيجريشن فايلز، لان هذا كانت لازم تنكتب كتابه. سبورت فور كونتراكت فيرست ديفلوبمنت زي الانتيتي فريم ورك. برضه سهوله دعم التوافق مع الاس بي دوت نت، طبعا دعم ايش الاسينكرونس الجديد. ان شاء الله نتطرق للجديد في الاس بي دوت نت 4.5. اول اشي تم دعم الاسينكونس اتش تي بي ريسبونس اند ريكوست. في عنا دعم السوكت في السوكت بروتوكول موجود الان، ويب سوكت في الاس بي دوت نت 4.5. موجود عندنا الاسينكرونس طبعا هاندلر للمديول والهاندلر اتش بي هاندلر اتش بي مديول. في برضو عندنا مكتبه الانتي اكس اس اس اللي كانت مكتبه خارجيه اصبحت الان موجوده في الاي اس بي نت 4.5، بدل ما نحملها خارجيه موجوده بالداخل. اكبر تطور كان هو المودل بايندر، ان شاء الله يكون في وقت نعمل فيديو اللي هو بنقدر عن طريقه نتصل في الكلاس، يعني الداتا كنترول تبعتنا زي الجريد فيو، تقدر تتصل مباشرة في الميثود تبعت الداتا بايندينج وتجد فيو تجيب كل محتوياتها. مثلا اسم الكلاس عندنا مثلا كاستمرز، نقدر في جد فيو نكتب كاستمرز دوت، نقدر نجيب الايتمز تبعت الكلاس هذه. في تحسين دعم الجافا سكريبت، تحسين دعم ال HTML 5، كثير ادوات انضافت ال HTML 5، مثلا نلاقي مثلا في التكست بوكس الانبوت، في عندنا الانبوت صار مدعوم، الانبوت ايميل والتل واليو ار ال والسيرش. طبعا هذا ايش معناته؟ ما دام هذا اندعمت معناته الفاليديشن عندنا الاس بي فاليديشن ما لهاش لازمه لما يكون عندنا المتصفح بدعم اتش ام ال 5. فهذا هنا طبعا في مرطناها انه المتصفح بدعم اتش ام ال 5 مش هيكون الفاليديشن تبعته زي الفاليديشن بتدعمش اتش ام ال 5، انه لانه اتش ام ال 5 متصفح حيكون في تلقائيا فاليديشن للايميل والتل. فهذا بوفر كثير على ايش؟ على الـ على الـ على الـ على المستخدم، على التحميل في الاند كلاينت. تحسين البيجنج في الجريد فيو، طبعا هذه موجوده تحسين في الاسوجا سيرفر 2012. ان شاء الله راح احاول ان شاء الله اعرض عليكم الجمله هذه. طبعا الميزة هذه بنلاقي انه في الاس بي دوت نت الاربع وما قبل، انه كان لما احنا بدنا نعمل بيجينج مثلا حجم الصفحة 10 حقول، نعمل سيلكت نجمة فروم مثلا يوزرز وبنعرض في فيه 10. هو فعليا في جملة الاستعلام بجيب كل اليوزرز فقط بعرض منهم 10. في السوق سيرفر 2012 بنلاقي انه في عنا نقدر نحدد قديش كل مره يجيب، يعني سيلكت نجمه فروم كاستمرز اوردر باي كاستمر اي دي اوفست 10 روز، جيب لنا 10 روز فقط في
في العملية، والمرة الجاية نعمل نيكست تجيب لنا العشرة اللي بعدهم. طبعا هذا بوفر حجم كبير، لو كان 1000 صف، لو من غير هذه حتى عملنا بيجنج هيجيب 1000 صف، 1000 حقل، بس مع هذه الاوفست 10 روز فيتش نيكست 10 روز هيجيب فقط 10 حقول. 10 حقول وبالمرة في عندنا في الاس جي ال 2012 اللي هو السيكونس. السيكونس اللي هو مثل زي عداد، يعني مثلا بدنا نعمل عداد زوار، بنعمل في الداتا بيز حقل اسمه سيكونس، لما نعمل سيلكت عليه بزود واحد. كيف نعمل سيكونس؟ كريت سيكونس ديمو مثلا يبدا من واحد والزياده تكون واحد زي الاوتو انكرمنت. بس كيف هذا؟ لما نعمل سيلكت فاليو فروم ديمو سيكونس هذا ساعتها هيزود واحد ويرجع قيمه زي عداد زوار. نكمل في الاس بي دوت نت بنج انسبكتور اللي هو تم تحسين عرض الاتش ام ال، يعني في الاس بي دوت نت نفهم انه هذا الديزاين هو عبارة عن محرر، يعني احنا كتبنا اتش ام ال ورحنا على الديزاين. هذا الديزاين هو عبارة عن بيج انسبكتور، هذا عبارة عن زي متصفح مبدئي بنقدر نشوف فيه. طبعا تم تحسين هذا الاداء العرض هنا، بنلاقي انه في الام في سي الاصدار الرابع ديفلوبر فيو موجوده فيها تحسينات، في بعض التحسينات في الاس بي دوت نت مثل دعم الفاليديشن، دعم السكريبت، الممبرشيب. نقطه مهمه الممبرشيب، الان بنقدر نعمل ممبرشيب عن طريق اللو اوثنتيكيشن او الاوبن اي دي اوثنتيكيشن مباشره عشان نخلي المستخدم يسجل في الموقع. يعني احنا كنا نعمل قبل الاوثنتيكيشن عن طريق اما الويندوز اوثنتيكيشن او الفورمز اوثنتيكيشن عن طريق الداتابيز او الباسبورت اوثنتيكيشن عن طريق الهوت ميل. هيك بنفع نعمل اوثنتيكيشن عن طريق مين؟ الفيسبوك او التويتر. بعد طبعا دعم الاوثنتيكيشن في عندنا الموبايل ديسبلاي مودز تم تحسينها للجوالات، الموقع بنعرض بشكل كبير جيد على الجوالات. تم تحسين المحرر طبعا البيج انسبكتور اللي هو العرض زي ما حكينا. طبعا تم تحسين محرر الاتش ام ال، تحسينات الانتليسنس، تحسين السكيما، تحسين المارك اب لما نعمل يوزر كنترول. يعني مثلا في الاس بي دوت نت بنعمل هذا يوزر كنترول، بنيجي بنحدد الكود هذا مثلا بنعمل يوزر كنترول، بنقول له اكستراكت يوزر كنترول، مثلا بيطلع لنا يوزر كنترول واحد. اي جزئيه في الموقع بنقدر نطلعها كانها يوزر كنترول. طبعا ميزه جميله بتوفر لنا الوقت لو بنعمل يوزر كنترول بسهوله. هي طبعا هو فيجوال ستوديو عمل يوزر كنترول وهي يضافه هنا المحتوى هذا. السي اس اس اديتور تم تحسينات مثل وجود تحسين الكلر، ان شاء الله بتشوفوها لحالكم. هذه التحسينات الموجوده في السي اس اس واتش ام ال اديتور بحس المبرمج هو بكتب، يعني بحس فيه فروقات كثيرة. تحسينات الداتابيز، في الان لوكال داتابيز موجودة في الاس جي ال. طبعا الاس جي ال سيرفر ديفلوبمنت تولز، في الاس جي ال سيرفر 2012 بنقدر من هنا نعمل عمليات اكثر من السابق. يعني في الاس جي ال سيرفر 2008 و 2008 ال 2 كان في هنا عدة محصورين، احنا بنقدر فقط ننشئ جدول، ما بنقدرش مثلا نعدل اسمه، ما بنقدرش نشوف الداتابيزز كلها. في الاسوريال سيرفر 2012 اللي هو دينيل مش فاكر اسمه، تم تحسين التواصل مع الداتابيز من هنا بسهوله. يعني هنا السيرفر اكسبلورر بغنيك بشكل كبير عن الاسوريال سيرفر مانجمنت ستوديو. اعتقد لو فتحنا هيك ممكن يبين في فيجوال ستوديو 2010 مبين من عندي. لا مش واضح، في بده تحديث. كان شفنا انه بنقدر نتعامل مع الداتا بيزز من هنا بسهوله كانه هذا استوديو السيرفر مانجمنت ستوديو. طبعا في مالتي فيرجن دعم، اللي هو لما نعمل مشروع جديد في 2010 في 2011 ينفع نختار الفريم ورك نشتغل عليه 4 4.5 وهكذا. وفي عندنا الاي اس اكسبريس اللي هو
اللي هو اي اي اس زي السيرفر تبع الاس بي دوت نت اللي هو الكازيني، ولكن بخيارات اكثر لما نعمل موقع بنفع نختار انه الموقع هذا يشتغل فقط على الاي اي اس اكسبريس، مش يشتغل على الدنيل على الكازيني. تاخذ من الخصائص من هنا، مش منزل انا الاي اس اكسبريس، بس بنقدر من هنا نحدد من خصائص الموقع انه يشتغل على الاي اس اكسبريس. في عنا هنا بخصوص الام اس بيلد اللي هو من نبني المشروع تحسينات، مثلا من ضمنها دعم معمارية او معالجات اي ار ام، تحسين الاداء وهكذا. اهم ميزة في موجودة في السي شارب والفي بي الجديدة اللي هي دعم البرمجة الغير متزامنة، يعني هي الاسينكروناس. طبعا كان زمان ندعمها كنا نستخدم الملتي ثريدنج، او في يعني عدة طرق وعدة دوال كول اوت، كلها كانت متعبة ومزعجة. بنلاقي انه في الاس سي شارب الجديدة 4.5 والفي بي الجديدة اللي هي تم دعم الاسينكروناس بطريقة سهلة. يعني لاحظ هنا كود السي شارب في عندنا ميثود برايفت اسينك، هذه كلمة اللي هي انه الميثود تبعتنا اسينكروناس. تاسك بايت، التاسك هذه هي از تاسك، بترجع تاسك من نوع بايت اسمها واليو ار ال، وبنكتب هنا اللي بدنا اياه في الميثود وبنرجع اللي بدنا اياه اللي هي بدنا نرجع بايت. كيف طريقة استدعائها؟ بنكتب مثلا اسم الميثود اللي عندنا اللي هي جيت بايت، وبترجع لنا مين. طبعا هذه الطريقة الأولى، هاي الطريقة اللي بنعملها اسينكرونس اللي هي غير متزامنة. كمان مرة بنعمل بنحط كلمة اسينكرونس قبل الميثود، والتايب اللي بدنا نرجعه اللي هو از تاسك من البايت، النوع اللي بدنا نرجعه طبعا هذا جينيركس. وفقط بنكتب الكود وتاخد على سهل، بنستدعي اسم الميثود جيت بايت ارني اسينكرونس، وبنبعت اليو ار ال، خلاص بتم استدعاء الميثود. طبعا هذا كمثال هنا، من هو فعليا طريقة كتابتها async، بنحط في function async وبنكتب هنا ايش as task. هاي المثال نفسه بال VB. طبعا في شرح مطول في المواقع العربية عن ال task as task، لو حب يستزيد شخص ممكن يستخدمها موجودة. هاي مثلا ال synchronous method، هاي ال asynchronous method، لاحظوا بالبرايفت لازم نحط كلمة اس اي سينك، فانكشن اسمها اي اشي بالباراميتر، از تاسك اوف جينيركس سيل بايت، بدنا الميثود تبعتنا رجع بايت، وبنكتب هنا اللي بدنا اياه وخلص. ولما نسويها بنستدعي اسم الميثود جيت بايت مثلا باي ار اس سينكونس. في عنا جديد في الفي بي، طبعا هذا جديد في السي شارب فقط اللي هي السينكونس ميثود. الفي بي في زيادة عنها كلمة اتريتور، فيها الاتريتور اللي هي اليل، طبعا هذه كانت موجودة في السي شارب 2005 السي شارب 2، اللي هي بتسمح لنا انه نعمل يعني اتريشن اللي هي تكرار على مصفوفة، ونكمل التكرار لاحقا من وين وقفنا. يعني مثلا ييل 3 وقفنا عند 3، او ييل 2 5. طبعا في السي شارب ييل 2، في الفي بي حتكون فقط ييلد. انا حولنا الكود هذا نشوفه في بي، فقط كلمة ييلد مش ييلد ريتيرن. ييلد الرقم اللي بدنا اياه حسب الشرط هذا. في برضه في الفي بي جديد اللي هي الجلوبال نيم سبيس. ايش الجلوبال نيم سبيس؟ نشوفها بسهولة بهذا المثال. لو احنا بدنا نعمل كالتالي، نعمل نيم سبيس نسميه سيستم، وبدنا نستدعي كالتالي فانكشن بترجع سيستم دوت انت 32. طبعا هنا هيصير عندنا خطأ، لانه هيقولنا انه نيم سبيس تبعك اللي هو سيستم اللي احنا عاملينه فعليا فيش فيه سيستم دوت 32، لانه هذا السيستم الجديد هو صار اساسي، فبقدرش يصل للكلاسز الموجودين وين في النيم سبيس القديم اللي هو السيستم.
طبعا مش هيقدر يصل لانت 32. فايش الحل؟ نستخدم كلمة جلوبال. لما نصل مثلا النيم سبيس المحجوز الاساسي نكتب جلوبال دوت، هيظهر لنا فعليا ما بداخل هذا النيم سبيس اللي هو سيستم دوت 32. ان شاء الله يكون موفق الشرح، وان شاء الله نحاول نكمل في فيديوهات تانية.